شو هذا جميل؟ خير شوفي. شو لابي؟ طقم. شو بدي البس يعني فستان؟ اي بعرف انه طقم بس امبارح لبسته. واذا لبسته امبارح بلبسه اليوم شو فيها؟ فيها كثير، لازم كل يوم تلبس طقم جديد، ما بيصير موظفاتك يشوفوك كل يوم نفس الطقم، ما حلو بحقي، بعدين بيقولوا انه مرتك ما بتهتم بلبسك. يلا حبيبي قوم غيره، ما حلو كرماني، يلا قوم. قوم. هلا مشي الحال. لا جميل ما مشي الحال، فوت غير طقمك واحلق دقنك. دقني ناعمه ما بدي احلقها. لا لازم، لا لازم كل يوم تحلق دقنك. بعدين حبيبي جميل انت لازم تكون جميل بعيون الناس، فرض رفيقه من رفقاتي شافتك شو بدهم يقولوا عني؟ انا ما بيهمني حدا من رفقاتك، انا ما بيهمني بهالدنيا غير انت وبس. جميل لا تعذبني، قوم غير طقمك احلق. شو؟ دقنك وحط بارفان وتعال اشرب قهوه. مرئيه اليوم؟ لا ما رح مرقها، مو امبارح قاعد عم تشكي وتبكي اني ما عم بهتم فيك، هي انا عم بهتم فيك، فوت غير طقمك. حاضر. حط بارفان. حاضر. وحلق دقنك. لساتها ما طوال الكهرباء؟ الله يحرمني هتطلق. خلي كل الستات يحسدوني عليك. بس ما راح احلق دقني، الكهرباء مقطوعه وما بتص. راح مرق لك اياها اليوم. يسلموا. لا تنسى تمر على بيت امل. مين امل؟ سكرتيرتك. وشو المناسبه؟ بدك تشق على امها، ما خبرتك امبارح انه امها مريضه؟ وخذ لها معك بوكي ورد. ما في داعي، بكره بتداوم وبسالها عن امها. لا في داعي. مو انت بتقول على امل انه كويس مريحتك بالشغل؟ اشهد بالله من جهه مريحتني مريحتني. احسن شيء فيها انها لطيفه ومزوقه وبتفهم علي قبل ما هبل تمي. وهيك سكرتيره لازم الواحد يضل مداريها ويقدرها مشان تضل مريحته بشغله، مزبوط؟ مزبوط. معناته اليوم بتروح لعنده بتستفقد امك وبتشوف اذا لازمها مصاري بتعطيها. انا واثقه اني رح تقدر لك هذا الشيء وتخدمك بعيونك. بس هي ما عم تخدمني ببلاش، عم تخدمني وتاخذ راتب. بس إذا قصدت تخربط لك كل أمورك بتخربطها. إيه إذا قصدت بتخربطها رسمي. معناها تعمل اللي بقول لك عليه. وما بتزعلي إذا رحت لعندها على البيت؟ وليش لأزعل؟ أنا اليوم بدي أتغدى كوسة محشي. إيه تكرم عيونك. جيب لك شي معي؟ لا بدي سلامتك. خلص ظابط. خاطري. الله معك. الله لا يحرمني إياك. سلامي. لك ظابط خلص. يلا. سامحشيك وسامحشيك شو بحب الأكل. شوف شو رح صاب كوسيات. لحمي خامي شو بدي ساوي؟ هلا ما عجبهم يقطعوا الكهرباء غير لما بدي ساوي كوسا محشي. شو بدي اعمل؟ إيه ما بتمرق علي؟ كل الحق على مؤسسة الكهرباء. إيه ما عجبهم يقطعوا الكهرباء غير لما بدي يطبخ محشي.